كانت نقطة فريدة هو دراسة مشروع نظام القانون الداخلي. كان فتح نقاش من عجل الدراسة ديال مضامين المواد ديال مشروع النظام الداخلي. الحمد لله كانت مناقشات عامة ديمقراطية طبعا، لأن فرصة لجميع أعضاء المجلس باش يعبروا على الرأي ديالهم، لأنه نظام داخلي غادي نشتغلوا به لمدة 6 سنوات. طبعا هو منزل لتعديلات في حالة ما إذا بان لنا أن ممكن تكون تعديلات. كانت هناك ملاحظات اللي غادي يتم الأخذ بعين الاعتبار ديالها وسوف يتم تدوينها في الصيغة النهائية. وراك شفتيو في الاخر على ان تم الحمد لله المصادقه والتصويت يعني باغلبيه ديال 92 عضو اللي صوتوا على مشروع النظام الداخلي، واليوم غادي يمكن لنا نشتغلوا يعني باريحيه. غادي تتم ان شاء الله في الايام المقبله لجلسه استثنائيه طبعا من اجل تكوين اللجان، هناك اللجان الدائمه واللجان الفرعيه، ومن بعد ذلك المصادقه على الميزانيه ايضا اللي غادي يتم حتى هو غضون الايام القريبه دائما داخل جلسه استثنائيه. فكنظن على ان الحمد لله انايا بالعكس كنقول انه جو ديمقراطي، كان ترحيب يعني من عند الجميع سواء اغلبيه او معارضه، الكل بدا الراي ديالو، وهذا هو يعني الروح اللي بغيناها تكون في هذا المجلس. سيدي الرئيس، بعد التفرغ لرئاسه مجلس الطلبه، كتشوف ان الوقت عندك كافي انك تعرف على مشاكل المدينه، انك تنزل للشارع وكاين مجموعه ديال الاكراهات، خصوصا مشكل النقل والتنقل، الناس كيتشكاو من التيضان في الشوارع، واش عندكم شي استراتيجيه تحل المشكل ديال التيضان في الشوارع؟ مدينه الدار البيضاء طبعا هي مدينه عملاقه ومدينه ضخمه، كيخصها اشتغال اشتغال يومي لساعات عديده في اليوم، لان يعني مدينه كتستاهل على اننا نعطيوها الوقت الكافي ديالها. فهادشي اللي جعلنا انه يكون هذا الاختيار ديال يعني ان نخدموا. هناك مواطنين صوتوا علينا وكينتظروا الكثير من مدينه الدار البيضاء، وانت يلا قلت يعني مشكل ديال السير والجولان اليوم، وطبعا نتاسف لما نشاهده، لان هناك يعني مشاريع عديده راه 50 كيلومتر ديال الاشغال اللي كاينه اليوم داخل مدينه الدار البيضاء. طبعا الهدف من هذه الاشغال هو تسير يعني تسهيل الولوج في الايام ان شاء الله ملي غيساليو الاشغال، غتولي عندنا مدينه اللي عندها طرق المواصلات جد مهمه، شبكه جد مهمه اللي كتشمل جميع احياء الدار البيضاء.